انا عايز اوصل مين هيطالب المدير الفني؟ الاتحاد الكوره فين هو؟ ما هو هيجي اكيد. ما هو انت لازم تجيب مدير فني في وقت قريب. يعني الانسب ان انت تتعاقد مع مدير فني بعد ما اتحاد الكوره الجديد يجي ولا في خلال الفتره الحاليه؟ احنا مش عارفين اتحاد الكوره الجديد هيجي امتى. هي المشكله زي ما بقول لك، هي معضله وحلقات مرتبطه ببعضها. طيب. هعمل ايه ومين ياخد القرار وهجيب مين؟ كويس. ولازم ده بسرعه. طيب خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي فاروق صلاح. يا فاروق مساء الخير عليك، برحب بيك من جديد، وعايز اعرف اخر الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي ومرانه الاخير استعدادا لمباراه الزمالك غدا ان شاء الله. اتفضل. تحياتي ليك يا امير مره ثانيه وللزميل خالد التريبي ولكل المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بك فاروق. الجديد عندك ايه؟ خليني اقول لك امير، النهارده اثناء حضور الفريق وتواجد الفريق للملعب الاداء المرامي الاخير، تفاجئ الجميع بحضور الكابتن وائل جمعه صفقه دفاع النادي الاهلي والمنتخب المصري اللي كان حريص ان هو يكون موجود. تفاجئ الجهاز الفني واللاعبين بوجود الكابتن وائل جمعه اللي كان متواجد في ملعب المرام في انتظار اللاعبين والجهاز الفني. صافح الكابتن وائل جمعه الجهاز الفني وتبادل دي لقطات لقطات معانا على الشاشه اهي دلوقتي. كابتن وائل جمعه وهو بيزور معسكر النادي الاهلي في برج العرب قبل مباراه الغد امام نادي الزمالك، واكيد لقطه ولفته مميزه جدا جدا من اسطوره ونجم كبير قوي قوي زي الكابتن وائل جمعه. يعني اتفضل يا فاروق. يعني انا عايز اقول لك امير ان الكابتن وائل جمعه في اثناء الحديث مع الكابتن وائل جمعه بيقول انا بستغل الاوقات اللي يعني احاول ان انا اكون موجود جنب النادي الاهلي، موجود في المكان اللي فيه ريحه النادي الاهلي. قيمه وائل جمعه وقيمه واحد من اساطير كره القدم المصريه والاهلاويه والافريقيه الكابتن وائل جمعه امر مهم جدا، مدعبات واستعراض للذكريات مع الكابتن احمد فتحي كابتن وليد سليمان ورامي ربيعه. جو يعني احساس العيله او البيت الاهلاوي يا امير كلنا لمسناه. ايضا كابتن طارق العشري والكابتن محمد حليم توجه اثناء وقوف الجهاز الفني مع الكابتن وائل جمعه، تفاجانا مره ثانيه بدخول الكابتن طارق العشري والكابتن محمد حليم لارض المران ويوجهوا التهنئه للجهاز الفني للنادي الاهلي واللاعبين على لفته مميزه برضه طبعا رقم 41. والكابتن طارق العشري اثناء حديثه قال يعني قال انا عايز العلاقات العلاقه القويه اللي بيننا وبين النادي الاهلي واللي بيننا وبين كافراد منظومه رياضيه ان احنا نحافظ على هذا الامر، وانا النهارده بكبادره ببقى موجود ولازم ان احنا كافراد من المنظومه الرياضيه نحاول ان احنا ننمي هذا الامر ونساعد على هذا الامر. فبنتوجه بالشكر طبعا للكابتن طارق العشري والكابتن محمد حليم كابتن وائل جمعه. دي كانت يعني من ابرز الامور اللي في مران الاهلي اليوم يا امير. انطلق المران وبدا المران في تمام الساعه 7:15 حاله من السريه، يعني حاجه في حاله من السريه، حاله من التركيز من اللاعبين زي ما استعرضنا واتكلمنا الروح المعنويه، الروح المعنويه والروح العاليه اللي عند اللاعبين والتفاؤل اللي موجود عند اللاعبين والتركيز في روح جوه اللاعبين من على ضروره اسعاد جماهير النادي الاهلي وتحقيق ان شاء الله بمشيئه الله فوز على نادي الزمالك من اجل انهاء الموسم بانتصار. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي فاروق صلاح قال لنا كل الاخبار المتعلقه بمران النادي الاهلي في هذه اللحظات واستعدادا لمباراه الهامه جدا جدا بكره ان شاء الله امام نادي الزمالك. ومن ابرز الاخبار زياره النجم الكبير جدا جدا واحد ابرز نجوم الكره المصريه في خط الدفاع بالتحديد الكابتن وائل جمعه، اكيد زياره مهمه ومميزه في توقيت مهم بعد الفوز ببطوله الدوري وقبل مباراه مهمه زي مباراه نادي الزمالك. شايف مدى تاثير هذه الزياره من نجم كبير زي كابتن